مجهود قامت به مؤسسة دولية يعرفوها برشا جمعيات من نيويورك
أصبح قسم ذكاوى حالياً معهد حوكمة الموارد الطبيعية. صنف تونس 49 على 100 تصنيف دولي في حوكمة الموارد الطبيعية أو موارد بطل الأرض. علاش يكون قايم 49 على 100؟ وقد يشوفوا بعض الناس اللي تصنيف هدايا 49 على 100 تصنيف شبه جيد، يعني أدرس في الموايين. هو ماهوش جيد، أولا احنا تحت المعدل. ثانيا العنصر الهام اللي خلى المؤشر هذا يكون عالي شويه 49 ماهوش 10 ماهوش 15 ماهوش 30 هو اهميه الاطار التشريعي والاطار القانوني. بلادنا معروفه عندنا ارث وعندنا تراكم نتاع نصوص، عندنا برشا قوانين، قوانين قد تكون باهيه، لكن اللي خلى المؤشر يهبط هو انه ثم نقص كبير ياسر في تطبيق القوانين. هذا المشكل الرئيسي. شنو هي الوسائل اللي ممكن انها تخلينا تكفلنا أن تطبيق القوانين يولي مفعل، يولي موجود، يولي مفتوح للناس، والمعلومة تولي مفتوحة للناس. أون فيت باش نحللكم ونعطيكم فكرة على المؤشر هذايا تاع تصنيف تونس في موضوع الحوكمة نتاع الموارد الطبيعية اللي خلاها تتصنف 49 على 100، عندنا احنا تصنيفنا فيما يتعلق بوفر النصوص القانونية 75 على 100، لكن فيما يتعلق بضمان المعلومة وتنفيذ القوانين احنا تصنيفنا 44 على 100، والتصنيف فيما يتعلق بافصاح المعلومة والكشف عليها ونشرها 44 على 100. من هنا نفهموا ان الموضوع مهم جدا، وهذا جوهر الحكاية بتاعنا انه احنا عندنا مصلحة ونطالبوا ان المعلومة تكون متوفرة وتكون منشورة بصفة آلية وبصفة طبيعية. هنا يا جماعة أنا نلفت نظركم حاجة مهمة جدا. حاليا بدات علاقة بلوك الدور اللي هو قانون نفاذ المعلومة. صحيح الدستور الجديد ضمن لنا نفاذ المعلومة، وصحيح عندنا قانون يضمن النفاذ للمعلومة، لكن في الواقع والتطبيق بعيد ياسر على النص القانوني كما كنا نحكيه. ولذلك أنا نلفت نظركم يا جماعة كلكم إلى حاجة مهمة جدا توا موجودة في الواقع القانوني ونتاع البلاد، اللي هو أن هناك قانون جديد منشور على الموقع نتاع الحكومة يتعلق بضمان النفاذ إلى المعلومة. هذا مشروع قانون معروف للنظر والاستشارة، لازمنا كلنا نطلعوا على مشروع القانون هذا اللي هو منشور على الموقع ونعطيوا رأينا فيه ونبينوا النواقص نتاعه. ونبينوا انه من المهم جدا انه نفاذ المعلومه يشمل مش فقط المعلومات المتعلقه بمؤسسات عموميه ولا بالاداره، وانما بجميع المؤسسات اللي تساهم فيها دوله بدون استثناء، انه نفاذ المعلومه يكون مضمون والي، وانه الهيئات او الهياكل القضائيه وغيرها تضمن وتعاقب كل من يتعرض لنفاذ المعلومه. انا في راينا احنا الان بالاوبن دور في مفرق مهم جدا من شأنه أنه يمكننا كمواطنين كمجتمع مدني أن نعطيه رأينا في الموضوع هذا. وهذاك علاش احنا أعطينا مجموعة من الاقتراحات نضوها هنا، من بينها المطالبة بالنشر الآلي للقوانين والمعطيات التشريعية، نشر الآلي من خلال موقع موحد. يعني الآن لو نمشيو للمواقع الإلكترونية المتوفرة نتاع الحكومة ونتاع الإدارة بصفة عامة ما نلقاوش موقع موحد مشان هو يعطينا المعلومات القانونيه والتشريعيه والترتيبيه. يلزمنا نتفرقوا ونلوجوا ساعات نضطر ندخل مواقع خاصه او مواقع عاملينها افراد باش نلقاو مرجع قانوني. الرايد الرسمي الموتور دو ريشيرش نتاعو للاسف ماهوش موتور معناها قوي ومحايد يعطيك النصوص القانونيه. المفروض ان هناك اذا باس دوني تعطينا الاكسيه هذايا بصفه اليه. طالبوا ايضا بالنشر الالي والمحايد للعقود، مش القوانين فقط وانما العقود اللي تمس المال العام بصفه اليه. هذا هو موضوع الاقتراح الثالث. وطالبوا بمعاقبه كل انه كل شخص او كل هيئه او كل جهه تتعرض للاكسي وللمطالبه بحق النفاذ للمعلومات. وبصفه عامه نطالبوا بتدعيم دور الاعلام، لان الاعلام عنده دور مهم. نعرف دور الاعلام بعد 2011 وبعد الثوره في معارضه مجهود محاربه الفساد والكشف على الفاسدين،
وبالتالي يلزم تتعمل آلية قانونية بشأنها أنها تدعم دور الأعلام ودور الجمعيات في الكشف على الفساد وفي اطلاع المعلومات وفي ضمان الشفافية والدعوة للحكومة. وهذا أخذ به نطالبوا ونتمناوا أنه في نطاق تفتح الحكومة على المجتمع المدني وعلى الجهات أن تتعمل اجتماعات دورية في نطاق ما تفعيل فعلي وحقيقي للحكمة المفتوحة، أن الحكومة ولا الحكم ما عادش حكم معناها محصور سنتراليزي، محصور على تونس العاصمة ومحصور على المركز، وأنه ما يكون مفتوح على الجهات، وأنه تتعمل اجتماعات تفاعلية مع الجهات في نطاق معناها التشاور، في نطاق تبادل الرأي بصفة فعلية وبصفة دورية وبصفة ممنهجة وانستيتيوشناليزي. هذا ما نتمناه. البلدان تطورت وتبنات أحلام، هذه أحلامنا وتحيا تونس. Merci beaucoup. On va passer à Monsieur Salier. وعلى ذكر الخارج راه العديد من المشاركين يعني تاع اوبن جول جايين من برا، يعني اللي جاي من السعوديه، اللي جاي من امريكا، اللي جاي من كندا، اللي جاي من فرنسا. خاطر احنا كيما التوانسه الكل جزء منا البرا 10% بصفاته. اليوم باش نحكي لكم على زعما داتا از باور، ويعني معناتها القوه هي في المعلومه. وجاب ربي عندنا هدايا نفاذ للمعلومة، هل حق هدايا ولا موجود؟ واللي عنده المعلومة عنده المعرفة، ويجب يعرف شنو يجب يصير ويقرر كيفاش يستثمر. معناتها السلطة هي في المعلومة. أما والله بدأت رأيي أنا، خاطر هذه مادة نحوز في تونس ما شاء الله، فما مادة خامة متوفرة أكثر من المعلومة. المعلومة هي مادة خامة متوفرة في الجهات الكل. يعني اللي الحاجات اللي تقيدها الإدارة عليكم وقت تخلصوا الماء، وقت انتم تعطيوا تصرحوا بحاجة، وقت مثلا حتى بالتليفون بتاعكم تبعثوا حاجات، مادة خامة وفيرة ويلزمها تكون بلاش، وهي بلاش الحق تجي نقول في القانون التونسي، لكن فما مادة خامة أهم ومتوفرة أكثر وأكثر مش نعمل فيها مشروع. أنا قلت لكم السلطة في المعلومة، لا السلطة في الزبدة. أي نعم السلطة في الزبدة. أنا اليوم بصيتي محمد باش نحكي بيستا ومش مثلها بالقمامة، عندي فيها مشروع هاي ما شاء الله متوفرة لضيف الكل، يعني هاتوا نبدا إن شاء الله براي ونمشي. إيش حاجتي أنا؟ أنا حاجتي تو نعرفهم البلايص، ما حاجتيش حتى جيولوكاليزاسيون باش نعرف، ما شاء الله في كل بقعة أنا قاعد، لكن فما حاجة نذبية نعرف به، مش نمشي نلمها، مش نفرزها، لكن شنو مش نفرز؟ الحديد، البلار، البلاستيك، اشطالبين التوانسة، كان نمشي صناعي ايش يحب؟ يستحق البلاستيك ولا لا، ولا حتى السيمان واليجور مكسر هذا يصلح مكياس، هذا نذبية نعرف قداش من كياس نعمله في العام، باش نعرف يندرى نحط عليها تراك زوز كميون ثلاثة، هذه معلومات. هذه معلومات إدارة عندها، تملكها الإدارة، تملكها يعني الإدارة لا تمشي تبعيد، يا خويا رانا مازلنا ما وصلناش للساحات، رجع من الأول، من الأول، من الأول، هذيك هي، تو تنجم تمشي للثانية عايشة، وإيش حاجتي أنا؟ ديما مشكلتي في الزبدة، نحب نستثمر الحق، لكن إذا ما عنديش معلومات اللي هي الإدارة عندها، البلدية تنجم تعطيني وين نلقى؟ وزارة الصناعة حتى نحب أبسط حاجة بعد ما فلست واستعملتهم وين نجم نعاود نلوحهم، مش نعاود نحطهم في الشارع بعد ما نجيبهم في الشارع ما يجيش. هذايا تفهموا علاش حق النفاذ المعلومة هام ياسر، والمعلومة هذه لما تكون بلاش، وهي بلاش في القانون المرسوم 41 يقول لك بلاش إلا ما تكلف شوية. لكن كان تو نمشيو على الموقع بعد نتاع رئيسة الحكومة اللي عملته الإدارة الإلكترونية اللي تابعة لرئيسة الحكومة،
يدرى مش نقل المعلومات هذه على النفايات وحتى مصاب النفايات حاجتي بيه مصاب النفايات حتى مانيش مش نستخدمها نحب نهز الزبدة اللي ما نمتوهاش نرميها غدا ما نلقاهاش فهنا مشكلتها اللي المعلومة عندنا قانون من عام 2011 لدرجة من لو القلب به خليولنا الوقت خليولنا يعيشكم عامين لا مش عارف عملوا القانون خرجوه في مايو 2011 وبعدين قالوا مش راسينا معناتها نحلوا الدوسيات واللي يجي يطلب حاجه معلومه نعطيوها له واحنا ما عندناش الاورديناتور ما عندناش متحضرين عندهم حق في شهر الجمعه معناتها جمعتين بعد عاودوا عطوا القانون قالوا بلي يزيدوا خليها عطينا عامين العامين الفارق احنا رانا عام 2014 2013 البارح المعلومات هذه ديما ناقصة بالله كانت تنجم تمشيو على الموقع وينو على الموقع هذا هاو جاي هاو شوف هذيا اش عندنا معلومات هذيا اش عندنا معلومات اللي هي حقهم هذوما خلصناها بالضرايب نتاعنا ولا حتى وقت تمشيو للسونات ولا وقت تمشيو للستاج يعني اللي هي مكلفة بمرفق عام انتوما تخلصوا بالفاتورة والاخرين بالضرايب يعني كل شيء هذايا نتاعنا نجمو نعاودو نحكوه بالله مشي لي على تشغيل ولا صح لا مشي لي على تشغيل مشي لي نحب ناخذ حاجه اي حاجه مشي لي انقر ارجع للتولي وانقر على التشغيل ولا او فلاحه اي حاجه شكرا على النقره فمشي لي الاحصائيه الشهريه عايشه يا عيني نسيت نقول لكم حاجه المعلومات يجب ان تكون بلاش ومتوفره ومحايده على الزميل زيباد اللي يحكي عليها وهذا لازمها حاجه اخرى لازمها تكون مفتوحه اش معناتها مفتوحه مفتوحه بحاجتي معناتها موجوده لكن نجم نستعملها لازمني انا نتفاهم مع مايكروسوفت خاطر هذا يمشي اكسل ما يساعدنيش كان مش اكسل مش يكون واو ديما عندي مايكروسوفت معناتها ما نجموش نستعملوها كمعلومه حتى بصفه خامه مش موجوده مش مسكر تنجم ترجع ماذا بينا احنا تو بعد هذوما كيف صفوا علينا نجموا نشدوهم جبدان لا هذوكم اربع اوراق ارجع لي للاستماره للمطلب نحب المطلب ايوه معناتها تو كان ما نلقاش على الموقع الرئيسي المعطيات هذيك بالفورمال مسكر نمشي نقدم مطلب هذا شيء عظيم هذايا احنا عندنا اداره مش اداره ورق اداره ارشيف واحنا داخلين في العصر الرقمي معناتها تعمل ورقه علاش وكيفاش وكيفاش تحب تطلب الورقه هذيك وهذه بطاقه التعريف يا ولدي احنا نديلها بزبده علاش حتى نديلها بزبده هاو عندنا بطاقه التعريف هذايا مش معقول تمشيو في اي بلاد تجم تتحصل على المعلومات اللي مش نقول لكم فرنسا تمشوا على البورتاي تاع جوف واي فير ولا ايتالاب تلقاو ان بورتاي دي بورتاي موقع المواقع وفيه محرك نتاع بحر يجنن لا تقول لكم مشيو لكينيا كينيا اللي سبقتنا وعندنا دروس باش ناخذوا مش عارفوا في كينيا جا قال لك ايش تحبوا وشنيا المتطلبات نتاعكم عملوا شويه كيما هنا عاملين ايش حاشتنا معلومات قال والله احنا فلاحه وعندنا السعي وعندنا كذا نحبوا نعرفوا سوم اللحم والحليب ونحبوا قداش سوم البقر هيك ولاو يتحطوا كيفاش تحصلوا على المعلومات مش يمشي على الانترنت ولا يمشي في بينات على البورتابل نتاعو اللي هو مش حتى سمارت فون بورتابل صغير تجي باغ اس ام اس المعلومه ولا يمشي يدوج عليها يعني 4-5 مانيبيلاسيون ويوصلها هذايا معلش احنا خير احنا نعرف نفهموا قد ما صرنا خير كان جاوبوكش تش تتظلم لدى رئيس الهيكل تقول له لقد طلبت اي ها موجود هنا اللي جميع بكاب ومن كان فصل فضيل جماعة بكاب زي حضر الورش الحمر بتاعك والورق بتاعك والعرق بتاعنا الكل وهذيك المشكلة يعني فعلا تو حتى هل حكينا نتكلموا شويه في الاقتراحات علاش وصلنا هكذا ممكن حتى مش مستنسين اما فما حاجه اخرى
مش نحكي لكم نكتة وهي نكتة بكي وضحك البارح في التاكسي نسمع في راديو موزايك موظف طلبوا فما لعبة في راديو موزايك كان تطلبهم يعطيو لوتيل يعني مدة نهارين في لوتيل فاخر طلبهم قولوا شهاب قالوا خويا شهاب شنو أحوالك اشتغل خويا شهاب موظف كيفاش تبغى 9:30 وين كان في بيرو لا أنا متخبي متخبي في بيت العساس هاي أيوه بدا يحكي قال لي أيوه مش تعمل معرس مش معرس قداش من صغير اسمهم قال يجي وقتها حتى يعطي العنوان وبعديك أعطاه السؤال كيف عرف الأربع ثنائيات ربح الحاجة فيها ورجع باش يخدم باش علاش هذايا نقول لكم علاش والله يا ربي يكرم بالخير لأنه المعلومات اللي حاجت بيهم اللي نوصل للتقدم موقع فيه معلومات الكل مدخل بقى والنتيجة متلوش
وزيد على كل خاطر ما نمش نلوم على المواطنين وعلى الاداره اذا ما فماش تحسيس نتاع الاداره على المستوى العام لو تمشي تحكي في رئيسه الحكومه الاداره الاولى السابقه يعني متفاهمين ومتحسنين حتى مش تقول لك والله عندنا في كل وزاره عندنا مسؤول والمسؤول هذايا والله هاو مثلا ما نشوفهمش ياسر منهم مسؤولين اما حتى كان حاب نجيب المسؤولين هذوما بتاع كل وزاره حتى شو نعملوا نعمل هكا زعما ندوه صغيره هكا موضوع اوبن تاع حاجه هكا ونقول لهم فما قهوه فما فطور نشدهم على الاقل حتى للفطور ويجيو وبعد ياكلوا وبعد ما راحوش لا محاله يعني التحسيس واجب والتكوين واجب وتوا باش بعديك خاطر القانون موجود احنا شنو ناقصنا في القانون هذا عملوه في ساعه في ساعه هما القانون ولا زاد في ساعه في ساعه مش مكان وقت عملوه في ساعه في ساعه ما حسبوش كان ما يتمش التطبيق شو يصير هذا فينا احنا قالك باه تشكي للرئيس المصلحه او المصلحه ما اعطتكش المعلومه تمشي تشكي لرئيس المصلحه وكان ما عجبكش وما جاوبكش تمشي للمحكمه الاداريه يعني حتى الواحد كسر في راسي اعطيني هيئه مستقله تراقب وعندها يعني قرار الامر قول لهم اعملوا هكا راكم غلطتوا لانه فما معلومات ممكن بعثها لكم معلومات ما عنديش الحق فيها موجوده في مشروع القانون نحن نحكيو على القديم ما نحكيوش على مشروع القانون اللي فعلا نجموا نطلعوا عليه ونساهموا فيه لكن يبقى مشروع قانون فما قوانين في 15 يوم تتعدى في مجلس التاسيسي اللي هو مش مجلس نواب وفما قوانين تنجم تقضي لانه ما يقع عليك اذا المجلس التاسيسي له صلاحيات النظر في الشؤون العامه بعد بعد المصدقه على الدستور ام لا هذه حكايه اخرى لكن هذا مشروع قانون نحكي لك بالتو يعني تو تمشي الاداره شو يصير هذاك علاش حاجتنا بهذايا كما نمشي حاجه اخرى ولا وقفنا غادي وقفنا غادي ما حل الكتاب هذاك حل الكتاب هذاك يا عايشك على خاطر النوبل جوف فتح البيانات هذايا هذايا نحكيو عليه من قبل لكن موجوده قبلنا واحنا كتوانسه حتى هذا كتبناه كتابة تشاركية يعني قمنا بها عنا عامين وتجموا تقوموا بتحويله أو بشحنة كما تحبوا على موقع opengov.com وتشوفوا يعني هما 15 صفحة كتبوهم للعديد من الناس وفيهم بعض المعطيات وقابل للتحسين احنا ما صارنا تعتبر الطبعة الثانية كما البين ان شاء الله بعد بين 2014 فما البين 15 الناس وقفوا فيك بارك الله فيكم.